الحماية المدنية. اتفضل سيادته. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. العدل الخاص بقسم الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية بقيادة السيد العقيد محمد عمر ناصر مدير الإدارة يتم عمل عرض لحضراتكم بيبين فيه المهارة الخاصة بالغوص والإنقاذ المسطح المائي لنهر النيل دايرة محافظة الأقصر. Okay, the power station in Luxor will show you the sea assumption program here in the Nile. They show how they do the diving and saving here some boats in the Nile. Yes. بداية العرض هيبقى تقدم النقيب محمود طه رئيس قسم الإنقاذ النهري بالنائب المتواجد حاليا سيادته ومعاه لانش الخاص بالتزحلق على الماء وده طبعا بنستعمله في سرعة الغوص أو سرعة الانتقال لبلاغ الخاص بالغرق أو لو حريق على المسطح المائي لسرعة الانتقال وتقدير الموقف وعقب ذلك هيتم بعد كده شرح حضراتكم بقيه العرض. مشكورة اللانشات اللي موجوده في المسطح المائي بس اخلاء المسطح لدخول لانشات الانقاذ النهري. مشكوره جميع المراكب الشرعيه الموجوده في المسطح المائي لو سمحت هنفضي بس المسطح المائي عشان العرض الخاص بالانقاذ النهري. ايه ازيك؟ انت كويسه؟ الحمد لله. تمام.